طيب النهارده في مباريات كتير جدا مهمه في مختلف الدوريات، وهي ختام الدوريات دي، سواء الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، وهتكلم مع حضراتكم في كل هذه المباريات ومدى اهميتها لكل الفرق بالتحديد ليفربول. فنبتدي بالدوري الانجليزي. النهارده المباريات كلها او الجوله كلها تتلعب في توقيت واحد الساعه 5، من دقائق قليله جدا او من لحظات ابتدت الجوله الاخيره، الجوله رقم 38 في بطوله البريمير ليج، بمباريات عديده، وهي ارسنال هيواجه برايتون، استون فيلا مع تشيلسي، ليدز يونايتد مع ويست بروميتش البيون، ليستر سيتي مع توتنهام، ودي مباراه مهمه. ليستر سيتي هيحاول يكسب وفي نفس الوقت ينتظر تعثر ليفربول امام كريستال بالاس. زي ما قلت لكم كده، ليفربول هيلعب كريستال بالاس في نفس اللحظات، وهي مباراه مهمه ليفربول علشان نجمنا المصري محمد صلاح اولا بيسعى للتاهل للتشامبيونز ليج، فمهم قوي ان هم يفوزوا في مباراه النهارده واللي بتتلعب في الانفيلد، فالفرص بالنسبه لهم جيده لان ما فيش خيار اخر غير الانتصار. الجزئيه الاخرى تتعلق بمحمد صلاح، وهي منافسته على الحذاء الذهبي وهداف الدوري الانجليزي، ومنافسه قويه جدا مع هاري كين نجم توتنهام، ومبارياته الاخيره كمان هاري كين بالتحديد مع توتنهام اللي هيغادر نهايه هذا الموسم او مع نهايه هذه المباراه. فبالتالي كل لاعب فيهم عنده 22 هدف. نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح في مباراه النهارده ويقدر يفوز بالحذاء الذهبي باذن الله تعالى. من ضمن كمان المباريات في الدوري الانجليزي، البطل مانشستر سيتي بيقابل ايفرتون، ويست هام يونايتد مع ساوثهامبتون، شيفيلد يونايتد مع بيرنلي، فولام مع نيوكاسل، ولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما فيما يتعلق بالدوري الاسباني ففي مباريتين في ختام الجوله الاخيره من الدوري الاسباني، اللي فاز بيه اتلتيكو مدريد بالامس بشكل رسمي بعد منافسه كانت قويه سواء مع ريال مدريد او مع برشلونه، لكن المنافسه بالتحديد في الجوله الاخيره كانت مع ريال مدريد. لكن مباريتين النهارده ما بين غرناطه وختافي الساعه 6:30 والساعه 9 بالليل، اشبيليه مع ديبورتيفو الافيز في الدوري الاسباني. طيب بخصوص الدوري الايطالي ففي مباراه اتلعبت خلاص وهي ايضا اخر جوله في الدوري الايطالي. الانتر فاز على اودينيزي بنتيجه 5-1. الانتر طبعا هو بطل الكالتشيو هذا الموسم باداء مبهر ونتائج عظيمه جدا جدا، وقدروا ان هم يرجعوا اللقب ده تقريبا بعد حوالي غياب 10 سنوات. في تمام الساعه 9 الربع هيكون في عدد من المباريات، بولونيا مع يوفنتوس، وهي مباراه غايه في الاهميه لليوفي في اطار المنافسه على التاهل للتشامبيونز ليج. يوفنتوس دلوقتي في المركز الخامس، واحنا عارفين ان اول اربعه في الدوريات الاوروبيه الكبرى بيتاهلوا مباشره للتشامبيونز ليج، فبالتالي اليوفنتوس بينافس نابولي وميلان. نابولي صاحب المركز الثالث وميلان صاحب المركز الرابع. مطلوب من يوفنتوس ان هم يكسبوا وينتظر تعثر نابولي او ميلان علشان يتاهل مباشره للتشامبيونز ليج. واتلانتا خلاص ضمن التاهل بشكل رسمي. اتلانتا هيلعب ميلان، فهي بالتالي مباراه مهمه جدا لميلان عشان يحافظ على فرصه في التاهل للتشامبيونز ليج. نابولي مع هيلاس فيرونا، تورينو مع بينفينتو، ساسولو مع لاتيو، واخيرا سبيزيا مع روما الايطالي. ده بخصوص مختلف الدوريات الاوروبيه المختلفه الكبيره وبالتحديد اخر جوله في كل هذه الدوريات.